أخبار المساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلطات المغربية تسحب كميات من منتجات كيندر جراء تسببها في بكتيريا السلمونيلا. قرر مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا سحب كميات من منتج الشوكولاتة بيضة الكيندر التابع لشركة فيريرو الإيطالية والموجهة للأطفال، وذلك بعدما اكتشفت دول أوروبية تسببها في إحداث تسمم لدى عدد كبير من الأشخاص. وجاء ذلك بعدما تم الاشتباه في احتواء عدد من أنواع الشوكولاتة المذكورة على بكتيريا السلمونيلا التي تتسبب في أحد أنواع التسممات الغذائية، حيث أقدم المكتب على إجراء سحب فوري للمنتجات الألمانية سواء لدى الموردين أو سلاسل توزيعها. والدفعات المعنية هي كل من كيندر سيربرايز 100 غرام و 20 غرام التي لها تاريخ صلاحية يتراوح بين نهاية يونيو 2022 وأكتوبر 2022، وكذا منتج كيندر شوكوبونز بتاريخ الصلاحية بين نهاية أبريل ونهاية غشت 2022، وكذلك كيندر ميني إيكز ذو الصلاحية بين نهاية أبريل ونهاية غشت، فضلا عن كيندر ميكس وكيندر هابي مومنت ذي الصلاحية الممتدة إلى نهاية غشت المقبل. وأكد المكتب في بلاغ توصل اليوم 24 بنسخة منها أنه قام بإجراءات لتعزيز الرقابة على جميع منتجات شركة فيريرو الإيطالية عند استيراد لتجنب إدخال دفعات جديدة من المنتجات المعنية إلى السوق الوطنية. ودعا المكتب المستهلكين إلى تجنب شراء المنتجات بالتواريخ المذكورة وإلى دعوة التجار إلى التوقف عن تسويقها. وكانت هيئة الرقابة الغذائية البريطانية قد كشفت عن انتشار بكتيريا السلمونيلا في الأيام الأخيرة في عدد من الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، بعد رصد نحو 100 شخص معظمهم من الأطفال مصابون بميكروب السلمونيلا جراء تناول بيضة الكيندر المصنوعة من الشوكولاتة. وقامت شركة فيريرو التي تنتج حلوى الشوكولاتة الشهيرة بسحب الحلوى المصنوعة في بلجيكا، ويفيد بأن السلسلة المصابة تتراوح تواريخ إنتاج صلاحية انتهاء صلاحيتها من 11 يوليوز إلى 7 أكتوبر 2022، كما طلب من الجمهور البريطاني عدم تناول بيضة الكيندر المصاب بالميكروب، ولم يتم العثور على أي أدلة بوجود البكتيريا في منتجات فيريرو.